وللمزيد عن الوضعية الوبائية في المغرب ينضم إلينا البروفيسور محمد أمين برحو، طبيب اختصاصي في علم الأوبئة السريري وأستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بفاس. بروفيسور برحو، أهلا بكم. مرحبا أخي سي محمد، ومرحبا للمشاهدين الكرام. ألف مرحبا. منذ دخول المغرب هذه المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، لنقول صرنا نسجل بشكل يومي ما بين 200 إلى 300، أحيانا تكون بؤر واسعة نسجل حتى 400 وأحيانا 500 إصابة في بعض الأيام. هل هذا الأمر عادي خلال تخفيف الحجر الصحي، أم أن الأمر ربما ينطوي أيضا على مستوى معين من انتشار الفيروس في أوساط الساكنة؟ شكرا أخي. ماشي أمر عادي، ولكن أمر متوقع. اللي خصنا نعرفه بأن الخروج من الفترة ديال الحجر كانت استمرارية لتدبير الوباء، لأن الفيروس كان مازال معنا وغي يرجع للانتشار إلى لقى الظروف المواتية اللي هي المخالطة بدون أخذ الاحتياطات إلى غير ذلك. دونك أمر كان متوقع، ولكن هنا إلى أي حد؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. الأمر متوقع لأن ملي كنرفعوا من إجراءات ديال الحجر، بالتالي استعادة تدريجية للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية كتعني زيادة ديال المخالطة وزيادة ديال الحركية ديال المجتمع. دونك احتمالية أكبر للعدوى وتفشي الوباء في ظل عدم احترام الإجراءات. إلى أي حد؟ هذا مرتبط بالإجراءات اللي كنديروا، إن كانت جماعية أو فردية. بروفيسور برحو، بعض الخبراء يقولون بأنهم كانوا يتوقعون أن معدل الإصابات اليومية قد يكون في مستوى 150 تقريبا بعد التخفيف، لكن الأمر ربما كان أكثر من ذلك حسب الأيام بطبيعة الحال. أنتم برأيكم هل معدل الإصابات اليومي يشكل خطر أو عنصر قلق فيما يخص الوضع الوبائي في المغرب برمته؟ بالنسبة لهذه التوقعات، باش نقول أن غدا غيكون قد وقت ديال الحالات، أنا من الصعب أي واحد. هي كنشوفوا التطور ديال الحالة الوبائية في واحد الظرف زمني والنوعية ديال الحالات اللي مسجلة، وكنقدروا نديروا تقديرات، وديك التقديرات راه عندها هامش ديال الخطأ. ولكن باش بالتدقيق نقولوا مثلا غدا ولا بعد غدا ولا في الأيام المقبلة غادي يكون 150 ولا 200، هذا من الصعب. زعما اي واحد اللي كيحترم العقل ديالو والمستوى العلمي ديالو خصو يعطي تقديرات مبنيه على توقعات في واحد الفتره زمنيه معينه، واخدم بالاعتبار عده معطيات مع الحيطه والحذر، بان كاين هناك هامش خطا. بالنسبه ليا اللي ناكد عليه ان ما كانش اختفاء الفيروس. دابا بعض الناس كيتحدثوا على العوده، بالنسبه لي انا ماشي، لان الفيروس ما اختفاش باش نقولوا عوده. الفتره ديال الحجر والاجراءات اللي دارت كان الهدف ديالها واضح، هو ان نقصوا من العدد ديال الحالات، وخاصه من الخطوره ديال المرض، باش ما يوقعناش انهيار ديال المنظومه الصحيه وحالات خطيره وحرجه ووفيات لا قدر الله بشكل كبير. يعني ملي خرجنا من الحجر ما قضيناش على الفيروس راه كان مازال معنا. انا شخصيا اكدت ولا في جميع اللقاءات ديالي بان الفتره ديال الخروج من الحجر راه ما هي الا استمراريه لتدبير ديال الوباء، لان الفيروس مازال مستمر معنا. لذلك الخروج منه ما يمكن يكون غير تدرجي عبر مراحل، وثانيا متحكم فيه عبر ماذا؟ عبر الممارسه ديالنا اولا باش ما نساعدوش الانتشار ديالو، وبالطبع عبر تنزيل وتطبيق ديال الاجراءات، ان كان اجراءات قطاعيه او اجراءات جماعيه او فرديه. انا بالنسبه ليا هذا الشيء كان متوقع، ماشي العوده ديال الوباء، ولكن الارتفاع ديال التسجيل ديال الحالات. هذا الفيروس هذا اللي خصنا نعرفوا بانه فيروس مستقر، لان لحد الساعه كنشوفوه في توزيع جغرافي مختلف، في مناطق اللي الطقس ديالها مختلف، يعني لحد الساعه مازال الاستمراريه ديالو بنفس لا فيرولونس، بنفس الشده ديال الخطوره. طيب بروفيسور، بالنسبه اليكم هل انتم قلقون ازاء معدل الاصابات الحالي ما بين 200 300 100 وكذا اصابه، هل لذلك معنى معين بخصوص الوضع الوبائي؟ هل الوضع الوبائي متحكم فيه بشكل كامل؟
هنا واحد النقطة مهمة اللي شرتيها الأخ سي محمد، كاين مغالطة مني كنقول وضع متحكم فيه وكنسكتو، هذا كيبعد كيولد عند الناس انطباع بأن الأمر بسيط، أمر سهل، وهذا هو الخطأ اللي وقعوا فيه بزاف ديال الناس للأسف، يا إما أشخاص عن عدم إلمام ودراية كافية بهذا الموضوع كيعطيو تقديرات وخلاصات بناء على فرضيات، يا إما من باب عدم إثارة الفزع والهلع عند مبالغة في المواطنين، مبالغة في الطمأنة، وأنا ضد من هذه المسألة، خصنا نكونوا واضحين، لأن باش كل واحد منا يتحمل المسؤولية ديالو، خصنا نوصلوا الحقيقة والسيناريوهات كلها بما فيها السيناريوهات اللي متشائمة، لأن هذا هو الواقع، خصنا نعرفوا بأن بزاف ديال الحوايج ما نتحكميش فيهم. خص تكون عندنا قراءة استباقية للأمور. فاش كانت كتسجل الحالة، نعطيك غير مثال وغيفهموني المشاهدين الكرام، وقلتو مرارا هذه أكثر من شهر، راه من بعد الرفع ديال الحجر غنسجلوا ارتفاع ديال الحالات، هذا متوقع، ولكن ما ننتظروش أن نشوفوا ارتفاع ديال المؤشر ديال الخطورة، وهذا ولد مغالطة عند الناس، شافوا الحالات كتزاد والمؤشر ديال الخطورة في المكان ديالو. هذه مسألة عادية، هذا ماشي مرض كيقتل في البلاصة، هذا مرض كان كدوز واحد الفتره ديال الحضانه، ومن بعد الفتره ديال الحضانه لا قدر الله عند بعض الاشخاص كتوقع مضاعفات، يعني كتطلب واحد الفتره زمنيه عاوتاني، والناس اللي كتوقع لهم مضاعفات من بين منهم اشخاص لا قدر الله اللي كيقدر يدخلوا العنايه المركزه ولا الانعاش، هذوك الاشخاص راه كيبقاو في الانعاش اسبوعين حتى 3 في المعدل، يعني كنتكلموا على 3 حتى 4 ديال الاسابيع عاد كتبدا تبان المؤشرات ديال الخطوره. يعني خص تكون عندنا نظره استباقيه، راه الارتفاع ديال الحالات كيعني ان موراه جايه موجة ديال الارتفاع ديال الخطورة، لهذا كنا كنشددوا على ان اش كيقولوا الاجراءات ديال التنزيل ديال الرفع ديال الحجر خصها تكون بشكل تدرجي، للاسف وقع تسريع الاجراءات ديال التنزيل، هذه وحده. المعطى الثاني وقع تراخي ديال السكينه، لان قرات المعطيات بشكل مغلوط وساهموا بزاف ديال الناس في التدخلات ديالهم في هذه المغالطه هذه للاسف. سناتي الى مساله التراخي وايضا مساله الاجراءات الحجر الصحي، من المؤشرات أيضا التي رافقت هذا الارتفاع في الإصابات أنه تم تسجيل لنقل معدل وفيات أعلى خلال الفترة القليلة الماضية، الأيام القليلة الماضية، هل ذلك طبيعي تماما؟ إلى أين يمكن إرجاع هذا الأمر؟ ما مرده؟ كما فسرت في الجواب على السؤال ديالك السابق، الارتفاع ديال الحالات اللي شهدناه هذه اكثر من شهر من بعد الرفع ديال الحجر اللي كان تولد على ان استعاده ديال الانشطه الاجتماعيه والاقتصاديه رافقها بالطبع زياده ديال المخالطه والاحتماليه ديال العدوى، وخاصه في ظل التراخي تزادوا الحالات. هذه الحالات اللي تزادوا ما يمكنش تبان لي المؤشر ديال الخطوره ديك الساعات، كما شرحت ان التطور ديال المرض كيتطلب زمان باش تبان المؤشرات ديال الخطوره اللي هي اللي بدينا كنشوفوها حاليا، وخصنا نكونوا متوقعين بان الموجات اللي كانت ديال الارتفاع ديال الحالات اللي شهدناها من قبل غنشوفوا دابا الارتداد ديالها بالنسبه للخطوره، مازال غتستمر معنا لواحد الفتره زمنيه، وإلا ما التزمناش حاليا بالإجراءات للحد من هذا الانتشار، ما غنشوفوا غير التطور في المنحة ديال الخطورة لا قدر الله. طيب.